صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 36 لسنه 2021 باعاده تشكيل مجلس اداره هيئه جوده التعليم والتدريب جاء فيه يعاد تشكيل مجلس اداره هيئه جوده التعليم والتدريب برئاسه السيد ايمن بن توفيق المؤيد وعضويه كل من السيده يارا رضا فرج السيد قصي علي العريض السيد منذر عبد اللطيف المداوي السيده ساره اسحاق حسن الانسه دلال اقبال صنغور وتكون مده عضويه رئيس المجلس واول ثلاثه اعضاء اربع سنوات ومده عضويه باقي الاعضاء ثلاث سنوات